كسارة كلام فارغ أو كيس فنان جد لكم بفيديو تاني. في ناس وما ناس وفي ناس جنس ناس وفي ناس نس ناس وفي ناس ريح خشمهم حلو تحلف تقول أنا ناس. للرجال طالعين لي هنا في الفيسبوك كل يومين ثلاثة الواحد داق 38 40 50 ولسه ما متزوج وعازب وشابكني هنا في الفيسبوك يا جماعة عرس بقى غالي في أمريكا, عرس بقى غالي في أستراليا, عرس بقى غالي في كندا. لا يا حبيبي, ما في حاجة أرخص في بلدي زي عرس, ما في حاجة أرخص في البلد زي عرس. في حاجتين يا جماعة, في عربية جديد كارت كرتون 2022 حاجاته كل آخر الأصلة, وفي عربية مستعمل. أنت لو مشيت لعربية مستعمل أنت بتعرف الحاصل شنو لعربية مستعمل. فعندنا هنا يا جماعة في بلدي بنات وأولاد كتار تشكسوا خلاص, تشكسوا خلاص, يعني شنو المكان مستعمل. فأنت يا عمك شخل مخك, ما تيجي يقول لك يا خصم يدو 50,000 دولار ولا 30,000 دولار وتقوم ترجف لي كده وتقف لي في الشمس كأنك أنت باقيك صحاري. حبيبي شغل مخك. زمان عندنا في السودان هناك في حاجه يسمى شنو تراديشنال, اللي هو شنو العادات والتقاليد. البنت اللي انت دار تزوجها جيت بالباب, ما جيت بالشباك, او وقت اللي بك زي الحرام وبتاع, تعال بالباب يا جماعه كو 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 سلام عليكم, انا عندي جاي اتزوج ودار اقدم للبنت الفلاني فلاني فلاني. انت قبل كده خلاص انت مع البنت من بدر عارفين بعدكم, حال قبل كده في تشيكيس حصلت قبل كده في اكس بوي فريند اكس جيرل فريند والحاجات دي انتوا عارفينه, وفي طبعا حاجات هناك خلاص حصل بينه, في شنو في غض غض بالاري والسكرين بالدكوة حصل, ما في اي حاجه. فالمكنه دي مستعمل, كيف تدفع قروش بتاع عربيه جديد لعربيه مستعمله؟ العربيه دي مستعمله يعني شنو قروش ديبريشيتد, يعني شنو يعني قروش نقص كده في السوق ذاته قروش نقص ماشي. فما تقوم تقوم تدفع ليه شو بده حلوه كيف ده حلو, ممكن تكون مستعمل البيت حلو وكده وجذاب وهي حاجه لكن مستعمل. فانت يا حبيبي شغل مخك, امشي لامك وابوك. عندنا زمانك في عادات وتقاليد حبوبه من عيلة المراه وحبوبه مره كبيره من عيلة الراجل, والبيت يخش في العوضه داري يمشي يقيسوا النبض, يمشي يشوفوا المكنه ده مستعمل ولا ما مستعمل. المكنه ده لو مستعمله يا حبيبي انت نص الايراد نزل, نص القيمه طوالي بخش في المحل ده. لو المكنه ده اخر الليسته ما فوق اي حاجه, ما في حبيش ما في للناس وما في كده, انت طوالي تدفع كان داري منك 50,000 دولار توتع الكبوت وتدوك صدرك زي الراجل يا عمك وخد القروشه تحت. هنا في البر, هنا يا جماعه مكنات كثير استعملوها, مكانات كتير مستعمله يا حبيبي. فانت ما تقوم ترتبك وتخش لي في نفسيات وده تضرب راسك طلقه. البيت دي لو انت حابين, لو انت بدي لو انتوا حبيتوا بعضكم وكل شيء كويس لكن المكنه مستعمله ما في مشكله يا بيت الناس, دار لمك دار استريك دار زوجي على سنه الله ورسوله, ما عندنا اي مشكله. الفات مات, الماضي ده ماضي حقتك وانا دي ماضي حقته, ما عندنا مشكله. لكن احنا بنحب بعضنا ودارين نتلم دارين نقعد. وانت يا حبيبي شغل مخك, المكنه دي مستعمله ما تمشي تدفع لي قروش بتاع عربيه جديد في عربيه قديم, خش التراديشن طوال. انت لو عارف المكنه دي جديد كارت كرتونه وانت مقتنع بانه المكنه دي قبل كده مستعملوها ما استخدموها, انت طوال دوك صدرك يا عمك اشتغل شغلين خش لك في صندوق ولا اي حاجه, طلع قروش بتاع العرس 30,000 دولار ولا 50,000 دولار وخدته وده مرتك ودوك صدرك. لكن لو انت مقتنع المكنه دي مستعمله يعني يو سكند هاند يا حبيبي خش في 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 المفيد طوالي. امك وابوك يا اخي اسمع, بدنا نعمل التراديشن, بدنا نعمل اللي شنو العادات والتقاليد. المره دي لازم شنو المكنه دي لازم يفحصوها, لو فحصوها لقوا المكنه مستخدمه نص القيمه يا حبيبي. وده ما شتيمه وده ما اي كلام كده للنساوين ولا للرجال وكده, ده الحقيقه, الحقيقه بتتقال هنا في البلد دي. فعلا في ناس عمرهم 45 سنه 30 سنه 35 سنه ما قدر يزوج, وفي بنات يعني خلاص الواحدة قامت لهم دقن دقن بقى مكنكش كده, دقن مكنكش كده يا بنت الناس, ما عليك تقدر تأنسي في البلد دي. سريع سريع توف توف والشمس حية خش بيها يا عمك. المكنة المستعملة فرق من المكنة الما مستعملة. شغل مخك يا حبيبي قبل بديك عينك.